أهلا أعزائي المشاهدين، مرة تانية بحب أرحب بكم في هذه الحلقة بعنوان من الظلمة إلى النور. وهذه العبارة عادة بنسمعها لأشخاص تغيرت حياتهم تغييرا كاملا، تغيير جذري في حياتهم، يعني تحولوا 180 درجة من سلطان الشيطان، من العمى الروحي، من الظلمة، من الجهل الروحي، إلى معرفة واختبار وحياة يسوع المسيح له كل المجد. في البداية خليني أقول بكل صراحة، الموضوع هو ليس بين شخص أو شخص، وليس الموضوع هو بين ديانة وديانة، من الديانة التي ستربح، ولا حتى الموضوع هو بين الله والشيطان، فحاشا لنا أن نقارن الشيطان طبعا بالله الحي، فالشيطان مخلوق طبعا، ملاك ساقط، وكل غرض الشيطان هو أن يعمي الأبصار، يعمي الأذهان، ويقيد حياة الناس، ويقيد النفوس بأغلال وأصفاد وقيود العبودية. وغرض الشيطان أحبائي كما يقول عنه الكتاب المقدس أنه المدمر، أنه المهلك، وأن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. قال يسوع: أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.